تشيك أو تشيسكو بالتشيكية، رسميا هي جمهورية التشيك تشيسكا ريبوبليكا، هي دولة تقع وسط أوروبا يحدها من الشمال بولندا وألمانيا، ومن الشرق سلوفاكيا، ومن الجنوب النمسا، كما تحدها من الغرب ألمانيا مجددا. في الفاتح من مايو لسنة 2004 انضمت جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي، وبعدها بسنوات قليلة وبالضبط في 21 من ديسمبر 2007 أعلنت عن انضمامها إلى منطقة شنغن، معلنة بذلك بدء مرحلة جديدة تبشر بالنمو والازدهار الاقتصادي لهذا البلد. منذ ذلك الحين أصبح على كل شخص يرغب بالسفر إلى التشيك من الدول العربية باستثناء دولة الإمارات يجب عليه استخراج فيزا شنغن التشيك حتى يتمكن من زيارة هذا البلد. لكن هل تقبل هذه الدولة طلبات الفيزا بسهولة؟ في سنة 2017 تلقت القنصليات والسفارات التشيكية حول العالم 623,255 طلب تأشيرة، واستطاع 594,225 شخص الحصول على هذه التأشيرة. ما يمكن قوله أن نسبة الرفض ضعيفة جدا مقارنة مع دول أخرى كفرنسا أو هولندا. بلغت نسبة الطلبات المرفوضة في 2017 4.48%، ما يعني أنه رقم منخفض جدا. أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للحصول على فيزا تشيك 2019 فهي نفسها بالنسبة لجميع الدول العربية ما عدا الإمارات، والوثائق المطلوبة هي نفسها المطلوبة في كافة دول الشنغن.